رحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. لغتك هي أنت، عنوانك، هويتك، كيانك، احترامك لنفسك واحترام العالم كله لك. ده الشعار اللي رفعته مبادرة إعادة رونق اللغة العربية على لسان الشباب المصري، واللي أطلقتها الدكتورة نجوى صابر أستاذة النقد الأدبي والبلاغة في جامعة الإسكندرية. يعني عايزين نعرف منها الدافع اللي خلاها تطلق هذه المبادرة وإزاي اتنفذت على أرض الواقع. ده اللي هنعرفه منها. برحب بك يا دكتور، منورانا. صباح الخير يا مصر. يا أهلا بيك يا دكتور، منورانا. أهلا بيكم، شكرا جزيلا على هذه التحية. يعني منورانا. ويمكن رونق اللغة العربية يمكن حاجة احنا محتاجينها من زمان قوي. كنا يمكن بنتكلم قبل الفاصل انه للأسف دلوقتي شايفين يعني الناس للأسف بتكتب غلط وبنتكلم غلط، وفي حتى كلام شائع احنا يعني بنقوله في حياتنا العادية غلط. ايه المدافع وراء هذه المبادرة؟ حضرتك بدأتي الكلام بحالة من الفوضى اللغوية. أنا أحب أن أقول حالة من التردي اللغوي. يعني أنا لما أحببت أن أقول إعادة رونق اللغة العربية لأنه صعب علي أقول إحياء اللغة العربية، لأن معنى كلمة إحياء أنني أتكلم عن شيء ميت. لا، أنا أريد أن أقول هو يعني إن شاء الله هو ما يزال حيا ونلحقه إن شاء الله. فإعادة رونق اللغة العربية على ألسنة شباب المصريين وفي نفوسهم وفي عقولهم، هذه كانت الفكرة، وهي فكرة عندي قديمة جدا. طبعا بحكم، لا أقول بحكم وظيفتي فقط، إنما بحكم عشقي للغة العربية وبحكم كوني مصرية عربية، هذه هي لغتي الأم. وبين قوسين شيء مهم جدا حتى لا يتهمني البعض بالتعصب، أنا لست ضد العامية أبدا، العاميات موجودة وأنا أتكلم العامية عادة، ولكن اللغة العربية موجودة في المحافل التي يجب أن تكون موجودة، لكن الوضع الراهن هو محاولة لإقصاء هذه اللغة. استعلاء، ازدراء، ازدراء ونوع من التعالي والشعور بالخجل منها. حتى أن أنا أرى أن بعض الأولياء، أولياء الأمور، يرون أن العربية هذه ليست لها أي أهمية، يريدون أن يتعلم الأبناء الإنجليزية والفرنسية. ما بفهمش خالص الأولياء الأمور اللي بيتكلموا مع أولادهم بالإنجليزي طول الوقت هم كمان. يعني طب ما حضرتك ده هيكبر هيتعلم هيشتغل فين؟ ما هو هيشتغل هنا، هيتعامل مع مين؟ هيتعامل مع ناس في الدولة العربية ناطقة باللغة العربية. ف يعني للأسف ده من الحاجات الحزينة. تمام، ولكن هو ينمي في ابنه أو في بنته إن التي نستخدمها هي العامية، والتي نحتاج إليها في العمل وفي الحياة برمتها أو كلها هي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. حتى إن من الأشياء المبكية المضحكة إن واحد من أولياء الأمور، يعني عندي طالب في الدراسات العليا مدرس لغة عربية لا يستطيع أن يقيم لسانا عربيا لمدة 5 دقائق، ف قلت له انت مدرس لغة عربية، والله انت مدرس عربية، ده اللي حزن فعلا. كيف تشرح اللغة العربية في الفصل؟ قال لي لا، انا اشرحها بالعامية واحيانا بالانجليزية. صعقت بالانجليزية، ف يعني كان رده ان هذه توجهات المدرسة، وان ولي امر جاء للاستاذ وقال له انت تحاول ان تشرح لابني قاعدة ان 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 ولا يفهم، لو قلت له اف سيفهم. ده اسمه كلام. هي اللغه العربيه هي لغه عربيه يا جماعه. يعني احنا مثلا حتى لو مدارس تعليم انترناشونال مثلا هندرس كل حاجه بالانجليزي، مفيش مشكله، مش بتكلم في كده، بس هنيجي عند اللغه العربيه وهنخصص مدرس فاهم عشان يعلم الاولاد لغه عربيه. تمام، وشيء مهم جدا هو يعني خافي على اولياء الامور او على نسبه كبيره من الناس، الطفل الصغير يستطيع ان يجيد 4 لغات في وقت واحد، 4 لغات يستطيع أن يتكلمها. فلماذا أحاول أن أبعد العربية الفصحى وأزدريها ولا أشعر بها؟ مهما يعني أنا لن أرفع شعار أقول فيه اللغة العربية لابد أن نقدسها لأنها لغة القرآن الكريم. طبعا هذه يعني مسألة حيوية وأكيدة، ولكن ليس كل العرب مسلمين. هناك من العرب من يحملون ديانات أخرى وهم عشاقون للغة العربية، لأن اللغة العربية هي لغتهم، هي كما بدأت حضرتك هي
أنا، هي الهوية، هي التي تتحدث عني. عظيم. هي التي تميزني، بل هي التي تربط المحيط بالخليج، كل العرب في آن واحد. طيب دكتورة، إحنا إزاي هنطبق هذه المبادرة على الأرض؟ إحنا بدأنا نطبقها فعلا. هي زي ما قلت لحضرتك كانت فكرة قديمة، وكنت أتمناها وفي الوقت نفسي كنت أخشاها. أتمناها لأنني أشعر بضرورتها وبأهميتها، وأخشاها لأنني كنت أقدر الصعوبات الكثيرة التي تحول بيني وبين تحقيقها. حتى حقيقة كانت مبادرة فخامة الرئيس السيسي اتكلم عربي، وشاهدت في مداخلة تلفزيونية يعني يدعو إلى الاهتمام باللغة العربية الفصحى اهتماما مركزا. وهذه المبادرة أو هذه الدعوة التقطها البرلمان العربي، والبرلمان العربي في العام الماضي في يوم اللغة العربية، الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، دعا إلى في ندوته العريضة، دعا إلى أن يكون هذا الشعار أو هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري فخامة الرئيس السيسي أن تكون معممة على العالم العربي كله. فمن هنا أنا يعني تجدد الأمل أكثر في نفسي، طب ولم لا، وأنا عندي من الأفكار ما أستطيع أن أقوم بها. في الحقيقة يعني لابد أن أعطي كل ذي حق حقه. أول من ساعدني في هذا المشروع وأيدني وشجعني كان الدكتور محمود نحلة، أستاذ العلوم اللغوية في كلية الأداب، وهو زوجي. حاولي اجمعي الطلاب، فعلي شيء، فبدأت أنشر الدعوة في كلية الأداب. طلابي الأعزاء أو يا منسوبي كلية الأداب من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المعيدين، من يعشق اللغة العربية، من عنده رغبة في إلقاء الشعر، يتفضل نجتمع معا لنفعل شيئا سويا. والحقيقة بعد ذلك تطورت المسألة من كلية الأداب إلى جامعة الإسكندرية كلها. جاءني من كلية الطب طلاب هندسة تجارة تربية، تربية نوعية وتربية نوعية، اشتركنا معهم أيضا في حفل كامل. بدأت أولا أعد الإطار العام، أختار قصائد شعرية من أجمل قصائد الشعر العربي القديمة والحديثة المؤثرة، لأن بين قوسين وهذا ليس مجال الحديث عنه الآن، الآن الشعر يمر بأزمة فظيعة جدا، لأن الشعراء الذين ينظمون الشعر في معظمهم ينظمون أشعارا، في معظمهم لا أقول الكل، أشعارا منفرة تزيد الطين بلة كما نقول. المهم اجتمعنا وبدأنا ننسق العمل، من يقرأ هذه ومن يحب هذه، وجئنا بمسرحية شعرية وبأغنيات باللغة العربية الفصحى، من الأغنيات التي يعني تخترق المشاعر والنفوس. وقررنا أن نحول المشروع، وهو إعادة رونق اللغة العربية، نحوله أولا نعطي شعارا، ما الشعار؟ لغتنا العربية إبداع وإمتاع، هذا شعارنا الذي نعمل به. ثم بعد ذلك لابد أن يتحول هذا المشروع أو هذه الفكرة إلى شيء ملموس في أرض الواقع. فكانت ليالي اللغة العربية، وأيضا هذا الاسم اختاره الدكتور محمود نحلة، ليالي اللغة العربية بما في هذا الاسم من سحر ورومانسية. بدأنا الليلة الأولى كانت في آخر شهر فبراير الماضي، وكان عملناها في مركز من مراكز الثقافة، مركز الإبداع، مركز الثقافة الحرية في الإسكندرية طبعا. وكان عدد الحضور حوالي 400 شخص، وهذا يعتبر رقم جيد وقياسي. استمر وبدأنا في النجاح، وبدأ الناس يحبون هذا النسق. طيب لماذا اخترت أن أعبر عن مشروعي بالشعر؟ اخترت أن أخاطب مشاعر الشباب وأقول لهم يا شباب، اللغة العربية، هذه جماليات اللغة العربية، يعني أستخدم اللغة القوى الناعمة في التأثير، لا الخطب الجوفاء ولا لأقول إنها لغتكم إنها إنها إنها، لا لا لا، هذه كلها يعني خطب رنانة وشعارات مستهلكة. طيب عظيم. لكن
على أرض الواقع تعالى وقدم شيئا يخاطب المشاعر والعقول. طيب هل من ضمن الفعاليات، ودي نقطة مهمة بقى، بنتكلم مع الناس في مخارج الحروف تكون عاملة ازاي؟ بنتكلم مع الناس في النحو، في التشكيل، في الإعراب، في الحاجات، ما هو ده المهم عشان هم لما هيتعلموا هيقدروا يوصلوا للأطفال دلوقتي اللي زي ما كنا بنتكلم قبل الهواء يمكن بيكتبوا كلمة تمام ته ميم ميم من غير ألف. تمام صح. كان بداية تنفيذ هذا المشروع أجلس إلى طلابي على مائدة مستديرة وأسمعهم يقرؤون وأصحح المخارج وأصحح بنية الكلمة من الداخل وأصحح التشكيل النهائي. ثم أنا ليس عندي أحد على المسرح بورقة، لا، لابد أن تحفظ وتخرج أمام الجمهور حافظا لما تقوله واثقا في نفسي. ولكي يكون العمل فعلا يعني جماهيريا كان لابد له من الإخراج المسرحي. يعني لم تكن الليالي مجرد طالب يطلع على المسرح أو طلاب أو مجموعة من الطلاب على المسرح يلقون شعرا، لا، وإنما كان عمل مسرحي. واخترنا فيه مخرجة واعدة هي مي عبد الرازق، قامت بعمل الإخراج المسرحي لهذا العمل. هذه كانت الليلة الأولى. أما الليلة الثانية فكانت الحمد لله على المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية، وهذا كان بالنسبة لي أنا نجاح منقطع النظير. خلينا نتكلم عن الليلة الأولى وعن الشعر. حضرتك استعنتي بروائع طبعا الشاعر أحمد شوقي، كلمينا عن الموضوع ده أكتر. أحمد شوقي اخترنا له مشاهد أو مقاطع من مسرحية مجنون ليلى مثلها الطلاب، فكانت طبعا يعني غنية جدا بالصور والألفاظ والإيحاءات والمعاني، وأثرت تأثيرا مباشرا على الناس واستقبلوها استقبالا حسنا جدا. ده بالنسبة للشاعر أحمد شوقي. وفي أشياء كثيرة، يعني الحفل أو الليلة استمرت ساعتين ما بين الغناء والشعر، وكان الشعر أيضا بمصاحبة الموسيقى، يعني لم يكن الشعر هكذا جافا وإنما كان مصاحبة الموسيقى. كل هذا لماذا؟ أريد أن أكتذب هؤلاء النافرين، هؤلاء الكارهين، هؤلاء الرافضين الذين يقولون هذه اللغة العربية سخيفة وثقيلة ومتعبة. طب الإقبال كان عامل إزاي؟ يعني في تخيلي حضرتك كان عندي 1000 مشاهد في مكتبة الإسكندرية. الله. ولا أنسى أبدا الفضل اللي يعني أرد الفضل إلى أهله، المهندسة هدى الميقاتي نائبة مدير مكتبة الإسكندرية والأستاذة نهاد مهدي وكل من عمل حقيقة معي، لأني لا أستطيع أن أوفي هؤلاء الناس حقهم في المساعدة وتبني الفكرة. يعني في اقتناع بأنه هذا لابد أن يكون، لابد أن تعود اللغة العربية في مكانها وألا تدع ضرتها تزيحها عن، يعني الضرة هي العامية، أن تزيحها عن مكانتها المنوطة بها. طيب دكتور، احنا برضو يعني حضرتك ذكرتي برضو مثال لحد بيدرس في دراسات العليا ولغة عربية وفي نفس الوقت ما يقدرش يتكلم لغة عربية فصحى. نعم. ودي مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان. ازاي احنا كناس مش متخصصين في اللغة العربية نقدر نساعد اولادنا؟ ازاي اكيد دلوقتي مثلا مش عشان اعلم ابني لغة عربية هخليه يتفرج على مسرحية مثلا او بيت شعر بيلقى بطريقة معينة، انا عايز اديله الاساسيات، انا عايز اعلمه وعايزه لما يغلط كمان في حاجة اصلح له. نعم. واعدله، اكون انا فاهم عشان اصلح له واعدله. ما هو لابد ان تتعلم لتعلم. هي دي القضية. هو في الحقيقة لابد أن يكون عندي مدرس فاهم. القضية صعبة جدا يا جماعة. في دار الأوبرا الآن نحاول أن نقوم بعمل ليلة صغيرة للأطفال الصغار. الله. حقيقة هذه كانت فكرة الأستاذ محمد ظريف مدير المكتبة. ده عظيم جدا يا فندم، وسنقوم بها إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق يا فندم، وإحنا بنتمنى طبعا تعميم هذه التجربة في كافة محافظات مصر. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. دكتورة نجوى شرفتينا يا فندم ونورتينا. ربنا يخليك، شكرا ليك، ألف شكر.